السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو كيخص فرد جديد، فرد رقم واحد، المرحلة الأولى، مادة الاجتماعيات، المستوى السادس ابتدائي، دائما في السنة الدراسية 2022-2023. ورحبوا بكم في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، وأدعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا نبداو على بركة الله. كما كنعرفوا الاجتماعيات كتكون من ثلاثة ديال المواد الأساسية: التاريخ، الجغرافيا، وكذلك التربية المدنية. نبداو أولا بالتاريخ. إذا التاريخ عليه 10 ديال النقط. إذا السؤال الأول: على ماذا يعتمد المؤرخ في كتابته للتاريخ؟ علاش كيعتمد المؤرخ في الكتابة ديالو على التاريخ؟ إذا غادي نكتب لكم يعتمد، إذا تبعوا معايا، يعتمد المؤرخ على ماذا؟ على الأحداث التاريخية، يعتمد على الأحداث التاريخية، وكذلك الوقائع التاريخية، وكذلك شواهد الماضي، ثم شهادات شفهية وكتابية، ثم شهادات كتابية وشفهية. إذن يعتمد المؤرخ على الأحداث التاريخية، الوقائع التاريخية، وكذلك شواهد الماضي، وشهادات كتابية وشفهية. سؤال ثاني لدراسة التاريخ. إذن باش يدرس التاريخ يتبع المؤرخ ثلاث خطوات أذكرها. إذن ثلاثة ديال الخطوات: الخطوة الأولى جمع الوثائق وضبطها، إذن جمع الوثائق وضبطها. ثانيا عندنا تنظيم الوثائق، إذا غينظم داك الوثائق، تنظيم الوثائق، الوثائق، نعم. ثم ثالثا، عندنا ثالثا شنو كاين فيهم؟ كاين تصميم الموضوع، تصميم الموضوع وصياغته، صياغته. إذا هادو هما الخطوات ثلاثة بهم: جمع الوثائق وضبطها، تنظيم الوثائق، وتصميم الموضوع وصياغته. ندوزو السؤال الثالث: أين تم اكتشاف بقايا الإنسان العاقل التي يرجع عمرها إلى 300,000 سنة قبل الميلاد؟ فين اكتشفوا داك البقايا ديال الإنسان العاقل؟ إذا تم اكتشاف أو تم اكتشافها، تم اكتشافها في ماذا؟ في جبل إيغود، جبل إيغود أو مغارة إيغود، مغارة إيغود، نعم. السؤال الرابع: ما هي المواد التي كان يصنع منها الإنسان العاقل أدواته، وأين كان يسكن؟ إذا هذا الإنسان العاقل، ما هي المواد التي كان يصنعها؟ وشنا هي الأدوات اللي كان كيصنع بها؟ وفين كان كيسكن؟ أولا كان يصنع أدواته من الحجر، كان يصنع أدواته من الحجر. إذن الحجر ماذا؟ كيفاش نوع الحجر؟ الصلب، حجر الصلب. وكان يسكن ماذا؟ الكهوف والمغارات. إذن كان كيسكن في الكهوف وفي المغارات، صافي. إذن كان كيصنع الأدوات ديالو من الحجر الصلب، وكان كيسكن في الكهوف والمغارات. السؤال الخامس: اذكروا عصور ما قبل التاريخ في المغرب. شنو هما العصور ما قبل التاريخ في المغرب؟ اذا نبداو بالعصر الاول: عصر او عصر حجري اسفل، إذن العصر الحجري الاسفل، ثم العصر الحجري الاوسط، عصر حجري اوسط، ثم عصر حجري ماذا؟ أعلى. إذن هادو هما ثلاثة ديال العصور ما قبل التاريخ: عصر حجري أسفل، عصر حجري أوسط، عصر حجري أعلى. ندوزو الآن إلى الجغرافيا، وهي المادة الثانية في الاجتماعيات. إذن الجغرافيا، السؤال الأول: عرفوا المحيطات. ما معنى المحيطات؟ إذن المحيطات هي مساحة شاسعة من المياه المالحة، إذن هذه المياه كتكون مالحة، تفصل بينها القارات،
بين ماذا؟ بين هذه المساحات الشاسعة، هذه المحيطات، صحيح؟ نعم، إذا هذه هي أو هذا هو التعريف ديال المحيطات، هي مساحة شاسعة من المياه المالحة تفصل بينها القارات، نعم. السؤال الثاني، أتمم الفقرة التالية بما يناسب، إذا هذه الفقرة فيها فراغات، غادي نكملوه. إن موقع المغرب فريد من نوعه، نعم، إذا المغرب يقع في مكان أو في موقع استراتيجي، موقع فريد من نوعه، إذ يعرف بكونه همزة وصل بين قارة ماذا؟ بين قارة إفريقيا، إذن هو واحد الهمزة ديال الوصل ما بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا، وقارة أوروبا، إذن ما بين القارة الإفريقية وقارة الأوروبية، والقارة الأوروبية، نعم، حيث يفصل بينهما، شنو كيفصل ما بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية؟ يفصل بينهما مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق. إذن إن موقع المغرب فريد من نوعه، إذ يعرف بكونه همزة وصل بين قارة إفريقيا وقارة أوروبا، حيث يفصل بينهما مضيق جبل طارق. السؤال الثالث، دائما في الجغرافيا، يتكون العالم من 6 قارات أذكرها. إذن 6 ديال القارات كاينة في العالم، عندنا قارة إفريقيا، دي القارة اللي توجد فيها المغرب، قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أمريكا، قارة أوقيانوسيا، أوقيانوسيا هي اللي فيها أستراليا، أستراليا، نعم، ثم قارة أو القارة المتجمدة، الجنوبية، القارة المتجمدة الجنوبية، هذو هما 6 ديال القارات. السؤال الرابع، أذكر أشكال تمثيل الأرض. إذا أشكال تمثيل الأرض عندنا بطبيعة الحال 2 ديال الأشكال، شكل كروي وشكل مسطح. شكل كروي يعني متمثل ماذا؟ متمثل في مجسم الكرة الأرضية، ده المجسم ديال الكرة الأرضية، وصور القمر الاصطناعي، القمر الصناعي كيعطينا الشكل ديال الكرة الأرضية، يعني عبارة عن كروية الشكل. إذا هذا كروي لا يسمح بماذا؟ لا يسمح برؤية، لا يسمح برؤية الأرض دفعة واحدة، ولكن تحافظ على شكلها، ولكن يحافظ على الشكل الكروي، الشكل الكروي. هذم فقط يعني تفسيرات وصافي، يعني هنايا المطلوب فقط كروي ومسطح. بالنسبة للمسطح، متمثل في الخريطة، في الخريطة المسطحة، إذن في الخريطة المسطحة، بحيث تسمح هذه الخريطة، تسمح بماذا؟ برؤية الأرض دفعة واحدة، يعني كاملة بدقة، نعم، ولكن تشوه شكلها، يعني كتقول بأن هذه الكرة الأرضية عبارة عن مسطحة الشكل، ولكن هي كروية الشكل، لأن التمثيل ديال المجسم ديال الكرة الأرضية هو كروي، وكذلك الصورة ديال القمر الصناعي كتبين بأنها كروية الشكل، نعم. نمر الآن الصفحة الموالية، دائما في الجغرافيا، أتمم مكان النقط في الخريطة التالية بما يناسب، الخريطة فيها نقط، نقطة هنايا، نقط هنا، نقط هنا، نقط هنا، إذا 4 ديال الفراغات، بدأوا بالفراغ الأخير هو الذي يمثل موريتانيا، موريتانيا، الفراغ هذا كيمثل الجزائر، الفراغ هذا كيمثل المحيط، نعم، إذا هذا كيمثل المغرب، يعني المغرب، هذه الخريطة ديال المغرب، هذا كيمثل المحيط الأطلسي، أطلسي، أو لا كنسميوه الأطلنطي، أطلنطي، وهنا البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، نعم. السؤال الموالي، على ماذا نعتمد في تحديد موقع بدقة فوق الكرة الأرضية؟ إذا على ماذا نعتمد؟ إذا بطبيعة الحال نعتمد
على خطوط الطول والعرض. خطوط الطول والعرض نعتمد على خطوط الطول والعرض، إذن بخط الاستواء وكذلك خط غرينتش. إذن نمر الآن إلى التربية المدنية تبع دائما التربية المدنية لعشر نقط كذلك. عرف القانون، السؤال الأول هو عرف القانون. القانون ما معناه؟ القانون هو مجموعة من القواعد المكتوبة لتنظيم ماذا؟ لتنظيم سلوكنا أفرادا وجماعات، نلتزم بتطبيقها نعم، ونعاقب على مخالفتها وذلك لضمان العيش المشترك. نعم، إذن القوانين أو القانون هو مجموعة من القواعد المكتوبة اللي كتنظم سلوكنا، نعم سلوكنا أو سلوكاتنا أفرادا وجماعات، نلتزم بتطبيقها ونعاقب على مخالفتها وذلك لضمان العيش المشترك. نعم، سؤال الموالي وفيه جدول. أملأ الجدول التالي بحقوق وواجبات استعمال الطريق والمدرسة. إذا كنت نسيت هنا واحد المدرسة زدتها. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نملأ هذا الجدول هذا بعض الحقوق والواجبات اللي كنستعملها في الطريق وكذلك استعملها في المدرسة. نعم، بين الحقوق إذا حرية التعبير والمشاركة هي حق. نعم، ثم ماذا؟ التنقل بحرية بين البيت والمدرسة، ثم أيضا مثلا المشاركة بفعالية في تدبير شؤون المؤسسة بالنسبة للواجبات نذكر من واجب تعرف قواعد السير، ثم أيضا من واجب تجنب مظاهر العنف، ثم إنجاز واجباتي لأن واجباتي بجدية، لأن الواجبات المنزلية وبجدية ونزاهة نعم، مر السؤال الآخر، سؤال ثلاثة. عرف ميثاق القسم. لأن ماذا نقصد بميثاق القسم؟ ميثاق القسم هو مجموعة من القواعد ومجموعة من لا 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 أو هو التزام جماعي، التزام جماعي نتفق عليه، نعم، يتضمن ماذا؟ يتضمن حقوق وواجبات ومسؤوليات. المسؤوليات والواجبات والحقوق، مسؤوليات المتعلمين والمتعلمات، صافي والمتعلمات. إذا ميثاق القسم هو واحد الالتزام جماعي نتفق عليه أو حوله، يتضمن حقوق وواجبات ومسؤوليات المتعلمين والمتعلمات. السؤال الرابع والأخير، أذكر أربعة من القواعد التي يتضمنها ميثاق القسم. ميثاق القسم يتضمن أربعة، نذكروا الأولى مثلا أجلس في المقعد الخاص بي، ثانيا مثلا أنجز كل ما طلب مني من تمارين وأنشطة، ثالثا مثلا أحترم أستاذي والمتعلمين،
نعم داخل القسم. رابعا وأخيرا التزموا الصمت وانتبهوا جيدا عند بداية الدرس. عند بداية الدرس إذن أجلسوا في المقعد الخاص بي، أنجز كل ما طلب مني من تمارين وأنشطة، أحترم أستاذي والمتعلمين داخل القسم، ألتزم الصمت وأنتبه جيدا عند بداية الدرس. إذن وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبة المستمرة مادة الاجتماعيات السادس ابتدائي. كنت معكم من الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.